شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى الفضائل التي يذكرها علماء الأخلاق في كتبهم الأخلاقية فضيلة يعبرون عنها بكبر النفس، العلامة النراقي رحمة الله عليه في كتابه جامع السعادات يقول: وهي ملكة شريفة يعني هذه الفضيلة ليست عملاً خارجياً، وإنما هي ملكة باطنية، والملكة يقال لها ملكة لأنها تملك صاحبها ويملكها صاحبها. هنالك حالات الحالة لا تملكها. إذا أردنا أن نمثل بذلك في كتاب الحاشية، حاشية ملا عبد الله يقول: كحمرة الخجل وصفرة الوجل. هذه حالة يعني صفة عارضة مؤقتة، ولكن اللون الذي تجدونه في الذهب هذا لون ثابت، كما في الأشياء الخارجية عندنا ألوان ثابتة وألوان مؤقتة، كذلك في الصفات الباطنية عندنا حالات لا تملكها ولا تملكك.
وهنالك ملكات، أنت تملك تلك الملكة، وهذه الملكة تملكك. إذن هذه الفضيلة الأخلاقية ملكة، يعني لا يمكن أن نحكم على أنفسنا بامتلاك هذه الفضيلة لمظهر من المظاهر. إذا كان هذا المظهر يعبر عن حالة ثابتة في الباطن فهذه يقال لها ملكة. العلامة النراقي رحمة الله عليه يقول: وهي ملكة شريفة ليست شريعة لكل وارد، ولا يردها إلا واحد بعد واحد. هذه الملكة وهذه الفضيلة من الفضائل الأخلاقية المشكلة والممكنة في الوقت ذاته. إذا أردنا أن نمثل مثالاً لتقريب الذهن لمفهوم هذه الملكة، الأوعية المعنوية وزانها وزان الأوعية المادي. في الأوعية المادية عندنا وعاء يسع لتر من الماء، أكثر من هذا ما يتحمل. ماء الظرفية لأكثر من هذا المقدار. وعندنا في الوقت ذاته وعاء يسع ملايين اللترات من الماء. المحيطات الكبيرة، هذا وعاء وذلك وعاء أيضا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. عندنا هنالك نفوس صغيرة، وعندنا هنالك نفوس كبيرة. الصغر إلى مراتب، والكبر إلى مراتب أيضا. يعني أنتوا لاحظوا الوعاءين، هذا الوعاء والمحيط الكبير، كم هو التفاوت فيما بينهما. يمكن أن يكون هنالك طالبان مظهرهما واحد، لكن ظرفية هذا، روحية هذا، نفسية هذا، نفسية بمقدار الوعاء الصغير، والثاني نفسيته وروحيته بمقدار المحيطات الكبيرة، وهما طالبان يذهبان معا ويأتيان معا ويدرسان عند أستاذ واحد. قد يكون أخوان في بيت، قد يكون توأمان ولدا معا،
لكن نفسية هذا شيء ونفسية ذاك ربما أكبر من هذا بملايين المرات أو بمليارات المرات. لعله يمكن أن نقول إن السعة المعنوية أكبر بكبير من السعة المادية. المادة بالنتيجة مهما كانت فهي محدودة، ولكن الأشياء المعنوية لا حد لها. هذا مثال يقرب لنا مفهوم ضيق النفس ومفهوم سعة النفس. الملكات الباطنية لها مظاهر، ما هي مظاهر هذه الملكة؟ يعني إحنا إذا أردنا أن نعرف أننا نملك هذه الملكة أو لا نملك، الإنسان عنده حالة محاباة الذات، يظن أنه جامع لجميع الفضائل، هكذا يتصور، يظن أنه الإنسان الكامل. وهذه الملكة وجودها يحتاج إلى مظهر، هذا المظهر هو الذي يدل ويكشف عن وجود هذه الملكة أو عدم وجودها. قل كل يعمل على شاكلته، كأن الآية تريد أن تقول أن علاقة العمل بالشاكلة علاقة العلة بالمعلول، علاقة المعلول بالعلة. هذا المعلول يكشف وجود العلة ويكشف حدود العلة، مو فقط يكشف الوجود وإنما يكشف الحدود أيضا. هذه الملكة لها مظاهر، النفس الواجدة لهذه الملكة لها صفات. الصفة الأولى وهي صفة مهمة، أن هذه النفس لا تقنع، النفس الكبيرة لا تقنع. طبعا القناعة في الأمور المادية مطلوبة، القناعة في الأمور المعنوية هنالك بعض النفوس تقنع بالقليل، وهنالك بعض النفوس لا تقنع حتى بالكثير. أكو هنالك أفراد إذا ألف كتابا واحدا يظن أنه قد أدى وظيفته وانتهى كل شيء، ربما لا يقول ذلك باللفظ ولكن هذا واقع شعوره. وهنالك أفراد إذا ألف 1000 كتاب يرى أنه لم يصنع شيء. مو أنه يتواضع، هذا المطلب جيد نلتفت إليه، عندما يرى
أنه لم يصنع شيئاً، مو هذا التواضع منه. التواضع يعني أنت أعلم من واحد وهو يعلم أنكم أعلم منه، تتواضعون له، اتقعدوا فوقكم، هذا التواضع. مو هذا التواضع، وإنما هذا واقع شعور الأفراد الذين لهم نفوس كبيرة، لم نصنع شيئا. النفوس الصغيرة تلاحظ ذات العمل، ألف 20 كتاب، ألف 100 كتاب، ولكن النفوس الكبيرة تلاحظ نسبة العمل. عندما الإنسان يلاحظ النسبة يجد أنه لم يصنع شيئا. في مجال العبادة، أولياء الله سبحانه وتعالى حقيقة متظاهرا، أكو بعض الأفراد يقولون هذا تعليم، حقيقة يشعرون أنه لم يصنعوا شيئا. إحنا إذا يوم من الأيام قمنا لنافلة الليل، نظن أننا صنعنا عملا عظيما، بالذات إذا كان هنالك تميز في كيفية العمل أو في كمية العمل. يعني واحد أدى نافلة الليل وكان في حالة بكاء من أول النافلة إلى آخر النافلة، أو إذا في ليلة من الليالي فرضنا أنه واحد فرضا لعله في عمرنا إحنا ما مسوين هذا العمل، إذا سجدنا من أول الليلة إلى الصباح، لو إذا فرضنا في ليلة واحدة ما أعلم في عمرنا فعلنا هذا الليلة واحدة أو لا، أدينا في ليلة واحدة 1000 ركعة، نخاطب الله سبحانه وتعالى هسه إما بلسان القال وإما بلسان الحال، يا الله أكو فوق الكرة الأرضية واحد مثلنا هالشكل يعبر؟ أما أولياء الله سبحانه وتعالى كلما يعملون كلما يفعلون يشعرون أنه قليل قليل. ولذلك أكو في الرواية: ولا على ما ببالي ولا تخرجني من التقصير. هذه حالة المؤمن، دائما يشعر بالتقصير أمام الله سبحانه وتعالى. في الآخرة ليش الأفراد يندمون؟ لأن الحجب تنكشف، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يشوف الواقع يندم. أولياء الله الآن انكشفت أمامهم الحجب، ذيك اليقظة الاضطرارية، هؤلاء عندهم يقظة اختيارية. لماذا نقرأ في الدعاء: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها؟ يعني هذا واحد يغاير الحقيقة لذاته، يعني هذا اللي ارتفع
الحواريين الأجلاء الذين ارتفعوا، أويس القرني اللي كل ليلة كان يحييها بالعبادة، ليلة القيام، ليلة الركوع، ليلة السجود. ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. يعني هذا شنو؟ هذا يقول خلاف الواقع لذاته. لا، هذا انكشف أمامه الحجاب. هذا مثل ميدان العلم، الطالب أول ما يبدأ عندنا ميدان العمل اللي ذكرناه أولا كتأليف الكتاب وتأليف 1000 كتاب، عندنا ميدان العبادة اللي ذكرناه ثانية، عندنا ميدان العلم. الطالب أول ما يبدأ يعرف مجموعة من المصطلحات، عكس النقيض والعكس المستوي والأشكال الأربعة والصناعات الخمس، ويفهم الحاشية والشمسية وشرح المطالع، يظن أنه أعلم العلماء. هذا ضيق النفس، النفس نفس ضيق. ولكن كلما يمشي في ميدان العلم وتنكشف أمامه الآفاق، يشوف كل شيء ما عنده، حقيقة يشوف كل شيء ما عنده. مو أنه هذا تواضع، هذا واقع شعوره. يقولون ابن سينا، ابن سينا من العباقرة العظام الذين قل ما يجود بأمثالهم التاريخ إلا في فترات متباعدة. والوالد رحمه الله على ما أتذكر يقول إنه تشيع في أخريات حياته على ما أتذكر. يقولون في لحظات الاحتضار كان يقرأ هذا البيت: نموت وليس لنا حاصل سوى علمنا أنه ما علم. هذا حقيقة شعور، أنه لم نعلم شيئا، هذا حقيقة شعوره. فإذا في الواقع عندما نقول ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها، هذا حقيقة. هذا مثل واحد في بطن أم يظن أن العالم هذه الحدود، حدود هاي المشيمة اللي هو قابع بها. بعدين يجي إلى الدنيا يشوف حدود هذه الغرفة، بعدين يطلع برا يشوف الكون، بعدين يضع المجاهر يشوف مو أنه هباء في هذا الكون، مو أن الكرة الأرضية هباء في هذا الكون، المجرة اللي هو فيها ذرة في هذا الكون. لذلك العلماء عندما يشوفون الكون العظيم يشعرون بالذهول. ذهول. أكو قضية لطيفة مذكورة في كتاب الإسلام يتحدى، ماكو مجال الآن لذكرها، حول شعور العالم عندما يشوف هذا الكون وعظمة هذا الكون. فإحنا كلما نعمل، كلما نقوم به، حتى إذا في الليلة الواحدة صلينا 1000 ركعة، حتى إذا صمنا الدهر، لم نصنع شيئا أمام الله سبحانه وتعالى. ولعله لذلك الأولياء كانوا يجبرون هذه الحالة بالاستغفار. الوالد كان يمثل رحمه الله لذلك، يقول مثل إذا واحد رجله توجع ما يتمكن يجمع رجله، تروحون إلى زيارته فرجله ممدودة ما يتمكن، أو رجلة مكسورة ما يتمكن يقبضها أمامكم، يعتذر منكم، يقول أعتذر منكم، ويشعر بالخجل أمامكم.
تقصير ما عنده، لكن هذا القصور، هذا القصور يحتاج إلى جبر. أولياء الله لأنهم يشعرون بهذا القصور الكبير مهما عملوا يحاولون أن يجبروا هذا القصور بالاستغفار من الله. ولذلك لعله النبي صلى الله عليه وآله يقول فيما روي عنه: إني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة. إذن المظهر الأول من مظاهر كبر النفس وسعة النفس أنها لا تقنع. الصفة الثانية أنها لا تجزع. جزع، إحنا كل واحد منا معرض في حياته لمشاكل. النفس الصغيرة مثل استكان شاي أو كوب ماء يمكن تخلون فيه حصات صغيرة فيتفايض. النفس الكبيرة مثل البحار، إذا تخلون فيه ألوف الأطنان لا تتفايض. أكو بعض الأفراد بمشكلة صغيرة ينهار ما يتحمل، وأكو بعض الأفراد، هذا من مظاهر النفس الكبير، كلما ترد عليها المشاكل وكلما ترد عليها المتاعب والمصاعب تمتص هذه المشاكل. هذا هو المظهر الثاني. السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه ينقل أنه في تشييع ولده ابنه، واحد قتل ابنه ذبحه في صلاته، خنجر كان عنده، شنو كان عنده، فذبحه. في التشييع أنا شايف بعض الأفراد والعياذ بالله اللي توفي أولادهم، شايفهم في حالة التشيع شلون ينهارون انهيار. هو كان يمشي فرأوه أنه يتلفت يمين شمال مثل كأنه دا يبحث عن شيء، وإذا به يرى طالبا من طلاب العلوم فأشار إليه وهو راح إليه. أكون نقليا الظاهر، إما أشار إليه وإما هو راح إليه وقدم إليه شيئا. بعدين بعض المقربين إليه سألوه أنه شنو كان هذا؟ قال هذا البارحة كان جاي عندي وقال أريد أن أتزوج، فوعدته بالمعونة غدا، فكنت أبحث عنه في التشيع حتى أجده، وأعطاه 40 سكة ذهبية لتزويجه. هذه القضية يمكن نقلتها لكم. يقول شكوت
إلى فلان واحد، فشيء أكو بعض الأفراد دأبهم الشكاية، يشكون من الأستاذ، من التلميذ، من المكان، من الزمان. هسه إما يشكون بلفظهم أو يشكون بقلبهم. أكو بعض الأفراد دائما عندهم حالة الشكاية. قال شكوت إلى فلان، عمك كان أو خالك، مشكلة ألمت بي. فقال لا تشكو إلى أحد، لا تشكو لا إلى صديق ولا إلى عدو. إذا تشكو إلى عدوك يشمت بك، وإذا تشكو إلى صديقك يتألم. أنا أضيف على كلامه حتى لا تشكو إلى نفسك. واحد يظن أنه لم يبتلى أحد بما ابتلي به، واحد دائما يجب أن تكون له حالة الحمد لله والشكر لله واقعا هالشكل في داخله في باطنه، يشعر بالامتنان لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من النعم الكثير. وأعظم النعم هي نعمة الهداية ونعمة الإيمان. بعدين قال يا ابن أخي أو يا ابن أختي مثلا، أنا من 40 عام لا أبصر بإحدى عيني، ولم يعلم بذلك أحد حتى زوجتي. واحد يفقد عينه، إحدى عينيه، ولا يفهم أحد ذلك. شوفوا هذه النفس حقيقة. كان أحد الأفراد كان يقول، مذكور يعني في الكتب في أحواله، أنه كنت أقول لله سبحانه وتعالى يا الله أنا كل شيء أتحمل، ولكن شيء واحد ما أتحمل وهو فقدان العين، فقدان البصر، هذا ما أتحمل حقيقة. هذه العين أظن في مكان قريت أنه في العالم أكو 30 مليون أعمى. شوفوا هذا شلون يعيش في سجن، هذا ما أتحمل. أي نعمة الله تعالى أنعم علينا بنعمة البصر. اتفاقا بعد فترة ابتلي هذا الرجل بفقدان بصره وصار أعمى، فقال شفت له هذا أيضا أتحمله. شوفوا شلون نفس حقيقة. الصفة الأولى، زينب صلوات الله عليها قالت ما رأيت إلا جميلا. هذا مو فقط ينبئ عن عظمة زينب صلوات الله عليها، وإنما ينبئ أيضا عن عظمة مربيها وهو أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها. ما رأيت إلا جميلا. تلك المصائب اللي الجبال لا تتحملها. الصفة الأولى أن النفس الكبيرة لا تقنع. الصفة الثانية أنها لا تجزع. بقية الصفات أذكرها بعنوان الفهرس فقط. الصفة الثالثة أنها لا تمنع. الصفة الرابعة أنها لا تخنع. الصفة الخامسة أنها لا تفزع. هذه مجموعة من صفات النفس الكبيرة. أنها
لا تقنع وأنها لا تجزع وأنها لا تمنع وأنها لا تفزع وأنها لا تخنع. ننتقل إلى موضوع ثاني له نحو من أنحاء الارتباط بهذا الموضوع ونختصر إن شاء الله. هذا الموضوع الثاني بالإضافة إلى سعة النفس، الإنسان ينبغي أن تكون له سعة الأفق، إذا أردنا أن نستخدم التعبير المنطقي، بين سعة النفس وسعة الأفق عموم من وجه، قد يجتمعان وقد يكون هذا دون ذاك، وقد يكون ذاك دون هذا، وقد يرتفعان كما هو الغالبية. سعة النفس ترتبط بالظرفية، بالاستيعاب. سعة الأفق ترتبط بالرؤية، الرؤية. أكو بعض الأفراد أفقهم ضيق، الأفق الضيق تحدد أبعاده المألوف، على قول ذلك الشاعر: ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت. أفق ضيق. جاء رجل، مضمون الرواية، إلى أحد الأئمة صلوات الله عليه وقال: أنا بيتي صغير، مضمون الرواية. الإمام قال له: كبر أو استبدل ببيت كبير. قال: هذا بيت أبوي، البيت الذي ورثته من أبي. الإمام قال كلمة أنا أستبدلها بكلمة ثانية، قال: إذا الأب ما كان يفهم أنت أيضا لا تفهم؟ أبوك كان يعيش. الإمام قال كلمة حادة صلوات الله عليه حتى تبقى في التاريخ هذه الكلمة: الأب ما كان يفهم، كان يعيش في بيت ضيق، أنت أيضا ما تفهم؟ البيت الضيق يورث الكآبة، إذا واحد مجبور خو مجبور. البيت الضيق، الأطفال في البيت الضيق يتنازعون واحد ويا الثاني، أفق ما عندهم، مجال ما عندهم، أخذ فت بيت كبير. واحد يعيش في بيئة معينة، نمط هذه البيئة يحدد فكرة. إحنا عندنا سجن من الخارج واحد يسجن فيه، وعندنا سجن من الداخل، هذا أسوأ من الأول، لأن السجن الخارجي ربما تفتح أبواب السجون ويخرج، فقط هذا السجن الذي فرضه على داخله لعله من الصعب أن يخرج منه. مو كلامي في الأشياء الثابتة، مو كلامي في القيم الثابتة، الكلام في التطبيقات. إحنا ولدنا في هذه الأرض، يجب أن نعيش في هذه الأرض. الدين يرفض هذا المنطق،
أنت عشت في منطقة ثم جارت علي تلك المنطقة، عليك تلك المنطقة. لا، إحنا عشنا هنا أفق هاي المنطقة، كأنه واحد منزل أن يعيش في هاي المنطقة. اطلع روح. الله خالق هاي البقعة الجغرافية فقط، فقط هذه أرض الله، ذيك مو أرض الله. جاء رجل للإمام، رواية لطيفة راجعوها، قال له أنا أروح إلى بلاد الكفر وجماعتي يحذروني، شلون تروح إلى بلاد الكفر؟ إذا مت هنالك ماذا يكون حالك؟ فقال الإمام صلوات الله عليه إن مت هنالك، قال ماذا تصنع؟ مضمون الرواية، قال أبلغ أمركم كذا. بعدين راجع الرواية، أنا قديم مار على هذه الرواية، قال الإمام إن مت حشرت أمة وحدك الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما كنا نقدر، حاكم ظالم تسلط علينا، ما قدر. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا؟ طلعوا. كلامي أن الآب كان يعيش في منطقة معينة، أن الآباء والأجداد كانوا يعيشون في منطقة معينة. هذه البقعة الجغرافية لا تحدد إطار الفكر، واحد تفكيره يكون بسعة العالم. أغلب الأفراد شغل ما عندهم، هذا ملاحظين ولا لا؟ أغلب الأفراد دور ما عندهم. ليش دور ما عنده؟ لأن أفقه ضيق، يعيش في هذه المنطقة، هذه المنطقة ما فيها أفق. الشيء الذي يجب أن يقوم به أنه يقوم بعمل متواضع، لأن أكثر من هذا ما يمكن. أما إذا واحد أفق كبير، يروح إلى منطقة ثانية، يعمل عمل ثاني، يفتح خطا جديدا. الذين فتحوا الخطوط منو كانوا؟ كانوا أفراد لهم أفق واسع، يعني ما كان يفكر في حدود المكان والزمان اللي كان يحيط به. إحنا المشكلة الكبيرة التي توجد عند بعضنا أنه أفق واسع ما عنده. أظن أن الوالد في الفقه يقول إحدى المستحبات الشرعية السفر، سفر روح، لأن أنت عندما عشت في منطقتكم تظنون أن العالم هو هذا. مثل في تلك القضية اللي مدت يدها قالت البحر هل كبرات، القضية المعروفة. أما إذا رحتوا شفتوا الثقافات، شفتوا الأمم، شفتوا المجتمعات، شفتوا أنماط التفكير، رأيكم يتبدل. في الآية الكريمة سيروا في الأرض، امشوا، لا تتجمدوا على منطقة واحدة، لأن التجمد في منطقة واحدة يجمد الفكر. في الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فسافر ففي الأسفار خمس فوائد. ولذلك تشوفون الأفراد اللي كثيروا السفر عندهم نضج معين، يختلفون عن ذلك الفرد اللي قابع في نقطة واحدة. الدين شلون انتشر في العالم؟ بهذه العقليات الكبيرة.
قبل 500 عام رجل يعيش في قوم، أحمد القمي، مو الآن اللي المواصلات محدود، شلون يفكر أن يقوم ويذهب إلى تايلاند قبل 500 عام تقريبا؟ يروح إلى تايلاند ويزوج تايلندية ويتدرج ويتدرج حتى يصبح وزير الداخلية في تايلاند ووزير التجارة الخارجية. الآن المسلمين في تايلاند يدينون لهذا الرجل أحمد القمي اللي كان في قم، يدينون له بالفاظ. هذا أفق، فتح أفقا جديد. في منطقة أحمد آباد في جوجرات في الهند، أحمد آباد في جوجرات في الهند، رجل باسم الملا علي، لابد كان واحد مثل من هذه النماذج هواي عندنا في التاريخ، هذا الانتشار للحق معلول أو يدين في جانب كبير من إلى هذه الأفكار المنفتح. هذا يفكر إشلون يجعل الناس الكفار مسلمين في تلك المدينة، وشلون يفكر، لاحظوا هذا التفكير اللي كان عندنا قديما، أكبر شخصية علمية لهؤلاء الكفار يفكر أن يأثر عليهم علي. ممكن يعني تروحون إلى منطقة تشوفون منو أكبر علماء المسيحيين، تحاولون تأثرون عليه، شوفوا شلون تفكير. أحد الكتاب كاتب في كتبه أنه ذهبت إلى سوريا ورأيت العم الشهيد رحمة الله عليه، قال ما تجي وياي، أرد أروح إلى بلاد العلويين لعلنا نضيف مليوني إنسان إلى عدد الشيعة في العالم. وذهب وتحدث مع علمائهم كبارهم، واجه المشكلات حتى أعلنوا تشيعهم، يعني أعلنوا أننا شيعة أهل البيت، وطبع في كتاب إعلانه. ما يعرف اللغة، ذهب وتعلم اللغة، هذا الملا علي، اللغة اللي كانت في تلك المدينة. ما يعرف دينهم، أخذ يدرس كتبهم الدينية ويرى ما هي الثغرات في هذا الدين الوثني، تصادق مع ذاك العالم كبير علماء، تصادق مدة طويلة، لأن هاي الأشياء التحول فيها مو تحول هين. هذه القضية قبل حوالي 300 عام، إلى أن شوية شوية أقنعه بالإسلام فأصبح مسلما كبير علماء. بعدين هذا التحول أخذ يتموج 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 إلى أنه رئيس الوزراء بعد فترة أسلم في تلك المنطقة. الملك يبدو أن القضية كانت تتم في الخفاء، الملك
بلغته أنباء أن رئيس وزراء قد أسلم، فغضب وداهم الملك رئيس الوزراء في بيته حتى يشوف. اتفاقا رئيس الوزراء في لحظة مداهمة الملك كان في حالة ركوع دا يصلي، يعني أخذه بالجرم المشهود. فبمجرد ما دخل الملك قال ماذا تفعل؟ قال أنا دا أبحث عن عصا حتى أقتل حية. هالشكل سوى تقية. ملوك القديم كانوا يأخذون واحد فورا يقتله. من لطف الله سبحانه قال وين الحية؟ المهم من لطف الله باوع شاف في زاوية الغرفة أكو حية، قال هاي الحية. الملك اقتنع. بعدين شوية شوية بعد فترة وإذا بالملك يسلم أيضا، وكل تلك المنطقة تتحول إلى الإسلام. إحنا دائما ينبغي علينا أن نكون في حالة التطلع. ماذا نفعل؟ حتى واحد إذا ذهب إلى ذلك العالم لا يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طبعا كل واحد يقول هذا الكلام من أمثالنا، ولكن حسرته تكون أقل. نحن ينبغي علينا أن نحاول أولا أن نوجد في أنفسنا سعة النفس، وثانيا أن نوجد في نفوسنا سعة الأفق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. نختم بعدة روايات لها نحو من أنحاء الارتباط بالموضوع. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: خير الهمم أعلاها. لا تفكرون أنه أربعة تهدونهم إلى الحق، فكروا مليون واحد تهدوا إلى الحق في حياتكم، فكروا 10 ملايين، فكروا كيف تهدون 100 مليون واحد. كلما الهمة تكون أعلى هذه خير الهمة. من العجائب يقولون أول من طرح هذا في مجال الباطل فكرة الدولة اليهودية في فلسطين، منو كان؟ مو هذا الرجل المعروف اللي أنشأ قاعدة هذه الدولة الغاصب. رجل كان يعيش قبل 500 عام يهودي، قال إحنا يجب أن نعمل حتى ننشئ في فلسطين دولة يهودية. ذاك الوقت اللي أوروبا كانت ترتجف من الحكم العثماني، في قلب الدولة العثمانية ننشئ الدولة الفلسطينية، اللي الناس ضحكوا عليه ذاك الوقت، ولكن هي هذه الفكرة تحققت بالنتيجة. هذا في مجال الباطل. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: قدر الرجل على قدر همته. إذا واحد أراد أن يعرف قدره فيجب أن يلاحظ حجم همته. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما رفع امرأ كهمته. في دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يسأل الله سبحانه وتعالى مطالب، ومنها: ومن الهمم أعلاها. حاولوا أن تكونوا أعلم العلماء، أن تكونوا أفضل العابدين،
أن تكونوا أنجح العاملين أعلاها. هذا اللي هالشكل يفكر بالنتيجة يصل إليه أو دونه، ومن الهمم أعلاها. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: شجاعة الرجل أو شجاعة الرجل على قدر همته. الفرد اللي همته تكون كبيرة يكون شجاعا، يقتحم، قلنا لا يفزع. هذه من آثار أو من صفات كبر النفس. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من دنت همته فلا تصحبه. واحد دائما يجب أن يعيش مع الأفراد اللي همتهم رفيعة. إذا عاش مع الأفراد السلبيين المثبطين المبطئين، على قول القرآن الكريم: وإن منكم لمن ليبطئن، هو مشوية شوية يصير مثلهم المتثاقلين. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الرواية تقول: من دنت همته فلا تصحبه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب.